مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عندك حاجه تنفع عيد جواز؟ نعم، اصلا النهارده عيد جوازي عقبال عندك يعني، وعايز اخش على مراتي بحاجه. عندك حاجه تنفع؟ اه فهمت حضرتك، في شوكولاتات، في حلويات، في لانشون بالجبنه، وفي جبنه ساده، وفي سجاير. لا لا انت فهمتني غلط، انا عايز حاجه ينفع تتحط في بوكس، بالونز، الحاجات الفكسانه دي اللي النسوان بتحبها. مش فاهم حضرتك. طب بص يا علي، ايه اغلى حاجه عندك؟ امك ربنا يخليها لك يا سيدي. لا الله يرحمها. الله يرحمها يا سيدي. نفترض بقى ان امك الله يرحمها لسه عايشه، وانت عايز تجيب لها هديه من هنا، هتخش عليها بايه؟ ميره اصفر. والله يا باشا كنت بلف لها على الكشاك على ميره اصفر، كانت بتحرق حرق. طيب انا مش هجيب هديه خالص يا علي، انا عايز كارت اكتب لمراتي عليه عيد جواز مبارك، عيد جواز كريم. عندك كروت؟ موجود يا فندم. فودافون ولا اورانج؟ امك ارتاحت يا علي، امك ارتاحت والله. السلام عليكم. لا 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 لا، خد اللي انت عايزه. انا مش عايز حاجه، انا عايز اخد الهديه دي واديك ثمنها بس. لا ما تدوش انت بعيني، ابو مش هموتك. انا هاخد الهديه، هاخد الهديه بس عشان محتاجها واديك ثمنها بس. مش هموتك، خد كل الفلوس. مش عايز، خد كل حاجه. عايز في العربيه ابو سيدك. ماشي هموتك، انا عايز الهديه بس، عايز الهديه وهديك ثمنها. الهديه بس، هات الهديه، هات الهديه بس. بس اهدى اهدى يا ابن المرووش. الهديه دي فيها ايه؟ يعني انا قلت لك حاجه مش عاجباك هتقتلني. مش هقتلك ليه؟ الهديه فيها ايه؟ انت هتقتلني. مش هقتلك ولا فيها ايه؟ لا لا هتقتلني انت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده مات. بص يا حبيبي، بوبي مات على فكره، بس انت شكلك واد جدع. انت ما شفتنيش عشان انكر ما يروحش في داهيه. اوكي ما شفتنيش. كل سنة وانتي طيبة يا حب الكون يا مدفية العش. هي دي السنة 7 اللي اتفقنا عليها يا سلطان. عقبال ما رحت البيت غيرت ولفيت الهدية وجبتها. انت جبت لي هدية؟ سنة طيبة. ممكن افتحها؟ لا افتحيها بقى في البيت عشان ما نبوظش اللفة ونبوظ اليوم. جبت لي ايه؟ المصحف معرف. ايه ده يا سلطان؟ ما مش عاجبك لونها؟ اغيرهولك. انت هتستهبل؟ جايب لي بوتي؟ ما اصل انا لقيتك بتقلقي كتير بالليل عشان تخش الحمام وكده، فقلت بقى اجيب لك القصريه دي تحطيها جنب السرير تعملي فيها براحتك. لا انا بقيت بلبس بامبرز. طب ما كنت تقولي يا داليا. ما تستهبلش يا سلطان. انت اصلا ما كنتش فاكر عيد جوازنا صح؟ والله العظيم فاكر، بهجت قال لي امبارح. بهجت قال لك امبارح؟ طبعا انا لو زعلت دلوقتي يبقى نكديه. طبعا. عشان مش المفروض ازعل ان انت ما كنتش فاكر عيد جوازنا. طبعا. ولا ان انت لطعتني هنا ساعتين قاعده لوحدي. طبعا. ولا ان انت جاي وجايب اسريه في ايديك. طبعا. سلطان عايز امشي. ليه الاوفر ده يا حبيبتي؟ انا جاي وحاجز الترابيزه وجايب لك هديه عشان نقضي عيد جوازنا، كل ده عشان هديه؟ اجيب لك 20 واحده غيرها. لا مش كل ده عشان هديه يا سلطان، المشكله مش في الهديه، المشكله فيك انت. ليه مصر تعملني على ان انا غبيه؟ بس بقى الاسطوانه اياها، انا مش غبيه، انا متخرجه من 20 جامعه، انا خلصت ثانويه عامه وانا عندي 11 سنه. خلاص يا داليا، انا عرفت ان مش قد المقام وبني ادم غبي ما كانش ينفع اتجوز واحده ذكيه زيك. سلطان والله العظيم مش قصدي. سلطان ما تزعلش، انا بس نفسي ان انت تهتم بيها شويه، نفسي ان انت تديني جزء من وقتك يا سلطان، نفسي تديني 10% بس من وقتك. داليا انت ليه فاكره ان انا بني ادم جامد ماسك نفسي؟ ممكن يكون بيبان عليا كده من بره، لكن انا من جوايا بتقطع. انا نفسي اقضي معاكي كل الوقت اللي اقدر اقضيه، بس انا بعمل كل ده عشان مش عشاني انا، وانتي وابننا اللي هيجي كمان 15 سنه. 15 سنة؟ سلطان أنت بتحبني؟ أنا ما بكرهش حد على فكرة. ما بتكرهش حد؟ شفتي بقى دخلتنا في حوار نكد إزاي وإحنا جايين في يوم لذيذ نتبسط مع بعض، ناكل حاجة، نشرب حاجة، كل يلا، نقف المنيو كده اللي أنت عايزاه وأنا هحاسب. ماشي يا سلطان. إيه ده؟ يا نهار أسود. في إيه يا سلطان؟ ده بهجت. بهجت تعبان جدا ولازم أروح له دلوقتي حالا. ليه ماله؟ عنده البواسير وهيعمل عمليه النهارده. تاني؟ هو مش لسه عاملها الاسبوع اللي فات؟ ما هي انتشرت في جسمه كله. انتشرت؟ ما اصل اول مره جات له قلت له بقى جت بلاش تلعب فيها، لما لعب فيها بقى كبرت وانتشرت. سلطان انت بتكذب صح؟
بكذب؟ أنا بكذب؟ شكرا شكرا يا مؤدبة. يا سلطانة كنت بسأل مش بقولك. شكرا يا مؤدبة يا بنت الناس يا محترمة. ايه اللي بتكلمي زوجك بالطريقة دي؟ مش قصدي والله العظيم يا سلطان. خلاص سوري سلطان ما تزعلش. خلاص بقى يا سلطان. طب خلاص روح له. بجد؟ اه روح. برضه صاحبك ما ينفعش تسيبه لوحده. طيب انت معاكي عربيتك ولا اطلب لك اوبر عشان ابقى مطمن بس؟ امشي يا سلطان وانا اطمنك. امشي. طيب. نفسي اقعد معاكي يا روحي اكتر من كده والله.